أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، من طبيعة هذه الشريعة الإسلامية أنها شريعة متوازنة، شريعة توازن بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح، شريعة متوازنة توازن بين حاجات الإنسان، كما أن هذا الإنسان بطبيعته في حاجة إلى جد وعمل ومثابرة، هو كذلك بطبيعته في حاجة إلى أوقات يقضيها في الراحة واللهو المباح. هذه طبيعة النفس الإنسانية البشرية، ولأن هذه الشريعة شريعة ربانية بامتياز في مصدرها، وإنسانية بامتياز في مجال عملها، فإنها راعت كل هذه الجوانب. قبل أيام كان الإنسان المسلم في حالة من العمل، في حالة من التعب والنصب، سواء في مجاله الديني أو في مجاله الدنيوي. في مجاله الديني خرجنا للتو من شهر رمضان، شهر قضاه المسلمون في الركوع والسجود، في القيام والقرآن، في الصيام والطاعة والتقرب إلى الله. وفي مجال دنياهم أيضا أو أعمالهم، طلاب العلم قضوا أياما من الجد ومن العمل ومن التضحيات، وما زالوا إلى هذه الأيام يجتازون امتحانات آخر هذا العام. لذلك من جميل صنع هذه الشريعة الإسلامية أنها أسست للراحة بعد التعب، وأسست للعطلة بعد العمل. ولذلك جاء قول الله عز وجل، انظروا إلى هذه الآية، عندما يقول الله تعالى لأهل الجنة: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، وآيات أخرى عديدة في القرآن الكريم تهنئ أصحاب الجنة هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ليس حديثي اليوم لكم عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها للناس، إنما الحديث عن هذه التهنئة التي يهنئ الله عز وجل بها الناس، لكن يقول لهم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الناس الآن جميعا يتحدثون عن العطلة، ويتحدثون عن الصيف، وعن ضرورة الراحة، وعن الترويح عن النفس، وعن اللهو المباح. جميل جدا كل هذا، والإسلام يشرع هذه الأشياء، لكن استنبطوا هذا المعنى من هذه الآية الكريمة: هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ماذا أسلفت في الأيام الخالية؟ كيف قضيت عامك؟ إذا كنت تريد أن تفرح بالعطلة، وتريد أن تفرح بلهوك وعطلتك وراحتك، فحدثني، ما الذي أنجزت؟ ما الذي قمت به؟ ما الذي أسلفت في أيامك الخالية؟ العطلة والراحة في فصل الصيف لمن قضى عامه في الجد والتعب، لمن قضى عامه إذا كان طالبا في المذاكرة وطلب العلم والحفظ والمدارسة، هذا هنيئا له بما أسلف في عامه الخالي، وهنيئا له بعطلته التي سيرتاحها. من قضى عامه عابدا طائعا لله عز وجل، وقد أدى شهر رمضان كما ينبغي، هنيئا له إذا أخذ أسبوعا أو أسبوعين من أجل أن يستريح. طبعا لا يستريح من العبادة، فالعبادة ليس فيها عطلة، وهذا ما يفعله البعض للأسف. بعض الناس يتصور أنه عندما يأخذ عطلة فإنه يأخذ عطلة من كل شيء، فإذا أخذ عطلة عن العمل أو عن الدراسة فإنه يضيف لها العبادة والطاعة، وهو الذي كان قبل أيام يخشع خلف الأئمة في رمضان بالقرآن، ثم إذا خرج في عطلة ترك صلاة الفريضة،
وهذا من أخطاء ومصائب العطل في فصل الصيف، أن الناس يتجاوزون كل الحدود ويتجاوزون كل المحرمات، فلأنه في عطلة يبرر لنفسه أن يتعرى على الشواطئ، لأنه في عطلة يبرر لنفسه ترك الجماعات بل وربما حتى الجمعات، لأنه في عطلة يبرر لنفسه أن يجلس حتى أحيانا في مجالس فيها الخمرة أو فيها المحرمات، وربما ارتمى في أحضان الحرام من زنا وما إلى ذلك. المسلم هو الذي ينضبط في كل شيء بشرع الله. إن الله عز وجل شرع لك أن ترتاح بعد العمل، ولكنه لم يشرع لك أن تفجر بعد العمل ولا أن تفسق بعد العمل، بل إن هذا يسمى مبطلا للعمل ومحبطا له. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. من حقك أن ترتاح، من حقك أن تسافر، من حقك أن تسير في الأرض كما قال الله عز وجل، لكن المسلم هو الذي يضبط سلوكه ويضبط أخلاقه ويضبط تعاملاته في حله وترحاله، في سفره وفي حضره، في ضعنه وفي إقامته، ينضبط لشرع الله عز وجل. أنتم تقرؤون في القرآن الكريم أيضا أن الله عز وجل شرع الراحة ليس فقط من أجل الاستراحة من التعب السابق، وإنما من أجل الإعداد لتعب مقبل، لأن الحياة هكذا هي عبارة عن متاعب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن مع العسر يسرا، أي الحياة هكذا كدح وعمل وعسر ويسر ثم عسر، وهكذا تتوالى الحياة. فشرع لك الإسلام أن تشعر بشيء من الراحة من أجل أن تستعد لعمل قادم. استنبط ذلك أيضا من قول الله عز وجل مخاطبا أهل بدر، أهل بدر في ليلتهم التي سيصبحون فيها على القتال والعمل المضني والتعب، شرع الله عز وجل لهم الراحة. اقرأوا ذلك في قوله سبحانه: إن يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا النعاس الذي أكرم الله به أهل بدر في ليلة تسبق يوم بدر كان عبارة عن طمأنينة، عبارة عن راحة من أجل أن ينطلق الإنسان في عمله بعد ذلك. هذه استدلالات قرآنية، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد المعلمين في الجمع بين الجد وبين الهزل المباح. هنالك جد الإنسان مطالب به، وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت جدا في جد، ولكن مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يجد لنفسه سويعات ولو قليلة من أجل أن يرتاح، من أجل أن يهدأ مع أهله ومع أولاده ومع أسرته. فكان له صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، فكان يدخل بيته وربما ذهب أو تحرك على قدميه ويديه وأحد أحفاده على ظهره، ولا يرى بذلك بأسا، بل يراه مما يشيع الألفة والمحبة لدى الأطفال. كان ربما وجد سويعة يسابق فيها زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فسبقته، ثم بعد أن سمنت قليلا سبقها عليه الصلاة والسلام فقال: هذه بتلك. فكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول للناس إن هذا هو ديننا، طبيعة ديننا هي أنه دين واقعي، ليس دينا عبوسا قمطريرا، ليس دينا للعمل المتواصل دون راحة.
جاء كما روى الإمام مسلم في الصحيح عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أنه شعر في نفسه بشيء مما اعتقد أنه نفاق، وذلك أنه كان يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعات الجد والتعلم فيجد نفسه في حالة من الارتقاء النفسي والروح عالية، لكن عندما يقصد بيته يجد الأولاد ويجد الزوجات ويجد المتع، وربما سافر فوجد راحة أو شيئا من هذا، فوجد في نفسه نوعا من الاختلاف، وكأنه كان يرى أن الإنسان المسلم هو الذي يكون على حالة واحدة، على حالة من الجدية دائما ومن العمل المتواصل، فرأى أن ذلك ليس متوافقا مع دينه، فخرج من بيته فأدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه فحدثه بالموضوع، في رواية أدرك قبله عمر رضي الله عنه فحدثه بالموضوع، قال إنني أجد في نفسي نوعا من النفاق. قال نافق حنظلة. قال وماذاك يا حنظلة؟ قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار، أي يحدثهم عن الدين وعن القرآن والعلم والجدية، قال فكأن نراها رأي العين، فإذا دخلنا بيوتنا لاعبنا الأولاد وعافسنا الزوجات والضيعات إلى آخر ما قال. فقال كأنه اعتقد أن هذا نفاق، فقال له عمر نحن كذلك نفعل، ثم وجد أبا بكر الصديق فقال إنه كذلك يفعل، فذهب الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكوا له ما وقع، وكان صلى الله عليه وسلم يزيل الالتباس، كان عليه الصلاة والسلام يوضح للناس حقائق الأمور ويبين لهم الفيصل فيما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، فقال عليه الصلاة والسلام يا حنظلة لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. هذا الحديث يحتاج إلى وقفة متأنية. النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لهم أن الله عز وجل خلق خلقا مختلفا عن خلق آخر، هنالك ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم لذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي، أي حالة الطاعة والعبادة والصيام والقيام والقرآن، لو كان الإنسان يستطيع أن يداوم على ذلك، ولن يستطيع بالمناسبة، لن يستطيع لو أنه حاول أن يداوم على ذلك فلا معنى لأن يكون إنسان وملك، إنما هم ملائكة، لذلك قال لهم لصافحتكم الملائكة في الطرقات، قال ولكن ساعة وساعة، بمعنى لأننا بشر ولأن الإنسان إنسان، فكما هو في حاجة إلى ترقية روحه بمزيد من نسبة الطاعة والعبادة، هو في حاجة أيضا إلى سويعات من اللهو المباح يسترقها من أجل أن يستمتع نوعا من المتع التي أباح الله عز وجل للناس، لذلك قال له ساعة وساعة ساعة وساعة. لكن الناس يستعملون هذا الحديث في غير محله، كثير من الناس تجده في لهو وعبث محرم، في سهرة ماجنة، في اختلاط بين رجال ونساء، في مكان فيه عري أو فيه محرمات، في قاعة قمار، في شيء من هذا، ثم عندما تسأل يقول ساعة وساعة يا حنظلة، أي ساعة كما يقول الناس ساعة لربي وساعة لقلبي، ليس بهذا المعنى، ساعة لربي أو ساعة لقلبي أو ساعة وساعة يا حنظلة، أي فيما كان مباحا فيما كان حلالا. من الذي حرم عليك أن تسافر إذا شئت وكان باستطاعتك أن تضرب في الأرض وأن
تنظر فيما خلق الله عز وجل. القرآن يدعوك إلى ذلك. القرآن يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا. سير في الأرض، سافر كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، إذا استطعت، ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. كلام نفيس للإمام الشافعي عليه رحمة الله. نعم الناس يملون، الشمس لو وقفت دائمة في السماء لملها الناس، فكذلك الناس يمل بعضهم بعضا. فأنت عندما تسافر تجد كما قال الشافعي رحمه الله، تجد عوضا عمن تفارق جيرانك، ربما يتعبك أحد منهم، ربما تلقاه يوميا ولا تحب ذلك، ربما أشياء، فترى أناسا آخرين وترى طبيعة أخرى وبلادا أخرى، فيغير الإنسان شيئا من مزاجه وشيئا من نفسيته من أجل أن يرجع مرتاحا، من أجل أن يرجع بنشاط جديد وقد هيأ نفسه للعمل مرة أخرى من جديد. فالقرآن إذن يدعوك إلى الحركة ويدعوك إلى النظر في خلق الله. الله عز وجل يدعو الناس إلى التأمل، والعطلة والسفر فيه هذا الأمر، هو مدعاة لأن يخرج الإنسان من ذلك العمل الذي يكون عليه طوال العام من أجل أن يتأمل في خلق الله. أنت تقرأ قول الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أين تطبق هذه الآية إذا لم تنظر في الطبيعة التي خلق الله عز وجل وفي هذه الأوجه الإعجازية في صنع الله؟ أنت تقرأ قول الله عز وجل، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذه دعوات للتوحيد، لتوحيد الله عز وجل، لكن القرآن يدعو إلى التأمل في خلق الله من أجل الوصول إلى الله عز وجل. أين تتأمل في هذا الخلق وأنت تعيش بين صناديق إسمنتية داخل المدن؟ إنما يتأمل الإنسان في هذا عندما يراه رأي العين. جعل فيها أنهارا، الله عز وجل جعل الأنهار وجعل فيها الجبال الرواسي وجعل فيها الحدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا قاموس معين، هذا القاموس يذكرك بالطبيعة، قاموس الجبال، الأنهار، الأشجار، هذه أشياء الإنسان في حاجة إلى أن يعيش فيها من أجل أن يتأمل في صنع الله عز وجل حتى يصل إلى الله. لاحظوا أن بإمكان الإنسان المسلم أن تكون عطلته عبادة، هو في عطلة، هو في نزهة بين الجبال والأنهار، ولكنه في الوقت نفسه يتأمل في خلق الله عز وجل ليدرك عظمة الله سبحانه، فيعود وقد استروحت نفسه وقد استروح عقله وقلبه أيضا وقد تزكى إيمانه وارتفع وزاد منسوب إيمانه بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغل فرصته وهو في السفر، حتى في سفر العمل أو في سفر العبادة أو الحج، من أجل أن يتأمل في صنع الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لكن أيها الإخوة، نحن المسلمين عموما
عطلنا للأسف أكثر من اللزوم، يجب أن ندرك هذا. إن الشعوب المتقدمة في العلم وفي الإنتاج اليوم لا تأخذ عطلا كما يأخذه المسلمون. عطلتنا اتسعت كثيرا أكثر من الواجب، صارت عندنا حوالي 4 أشهر ليست دراسة وليست عطلة. الناس من الشهر الخامس تقريبا انتهوا من الدراسة، لكن يجرجرون أنفسهم ويجرجرون، فيضيع لهم 2 أو 3 أشهر بلا دراسة ولا عمل ولا إنتاج ولا شيء. الأمم التي تعرف ما ينبغي أن يفعل تجدها تضبط أيام الدراسة فهي دراسة، وأيام العطل فهي عطل. بعض الأمم عندهم العطلة 1 شهر في السنة فقط، 1 شهر في السنة، بل من عجيب ما قرأت أن هذا الشهر في السنة لا يستغل كله في العطلة والراحة، إنما الإنسان يكفيه أن يأخذ أسبوعا أو 2 أسبوع على أكثر تقدير من أجل أن يشعر به، وإلا فإنه سيحتاج إلى راحة من الراحة. إذا ارتاح الإنسان مدة طويلة فإنه سيحتاج إلى أن يأخذ عطلة من أجل أن يرتاح من تلك العطلة. الناس يأخذون 2 أسبوع أو 2 أسبوع من أجل أخذ راحة أنفسهم، من أجل الترويح عن النفس، من أجل صلة الأرحام، من أجل أشياء كثيرة يقضونها، ثم يعودون من أجل أن يبدأوا عملا آخر. إذا لم تبدأ دراستك فهنالك عمل يمكن أن تقوم به، في عمل ديني، في عمل دنيوي، في عمل تعليمي. قرأت في إحدى المقالات عن اليابانيين أنهم يأخذون عطلة قصيرة خلال فصل الصيف، هي العطلة السنوية، لكن هذه العطلة مع أنها عطلة رسمية لا يضيعونها في النوم. بعض الناس عندنا شهر رمضان قضوه كله نوما، ثم بعد رمضان بزعم أنهم كانوا يشتغلون في رمضان ما زالوا إلى الآن نائمين، وسيقضون شوال كله نائمين، فيقضون الحياة كلها نوما وكسلا. ما هكذا تستقيم الحياة، ولا هكذا يدعو الدين. إنما هؤلاء الشعوب أو هؤلاء اليابانيون، ما قرأت عنهم أنهم يأخذون هذا الشهر في العام يقضون فيه 2 أسبوع أو ما يقرب منه في سفر أو في راحة أو استجمام، ثم تجد الجميع ينخرط في دورات تعليمية. تعليم، نعم، التعليم عندهم من آخر العطلة إلى بداية العطلة، وداخل العطلة أيضا يتعلمون، لأن الفكر الإنساني في حاجة إلى تغذية دائمة، كما أن أجسامنا تحتاج إلى تغذية يومية، فعقولنا وأفكارنا وأذهاننا أيضا في حاجة إلى تغذية فكرية دائمة. عيب، وأي عيب، ولا يمكن للطالب أن يصل إلى مبتغاه إذا كان يدع محفظته من بداية العطلة الممتدة عندنا إلى نهايتها، هذا عيب. بعض الناس يضعون المحفظة من الشهر الخامس إلى 10 تقريبا، 4 أشهر أو 5 أشهر، أي نصف العام عندنا عطلة. حتى سئل بعضهم عن الدراسة عند المسلمين فقال إن العام عندنا عبارة عن عطلة تتخللها أيام دراسية، وهذا واقع للأسف، هذا هو الواقع في كثير من بلاد المسلمين. ولذلك لا تسألوا إذا رأيتم المسلمين في قاع القائمة، في ذيل القائمة فيما يتعلق بالصناعة والتجارة والأعمال، لأنهم يأخذون من العطل ما لا يأخذه غيرهم، بينما الآخرون تجدهم في 7 ويعملون ويجتمعون ويكدحون، وفي 8 أيضا لهم عمل وكدح واستمرارية، بينما تجول في بعض بلاد المسلمين فتشعر وكأن الناس كلهم في دعة وفي راحة. تخرج أحيانا في بعض أحياء مدننا، والله أحيانا تخرج في 11 ولا تكاد تقع عينك على بشر. أخلقنا من أجل النوم والراحة أم خلقنا من أجل العمل؟ سيأتي عليك يوم، سينتهي أجلك، و
وتركض في قبرك وترتاح إذا كنت من أهل الجنة، وتدخل الجنة فترتاح إذا كنت من أهلها. أما هذه الحياة فينبغي أن تستغل أحسن استغلال من خلال العمل ومن خلال الجدية ومن خلال النشاط، لكن لا بأس بأوقات يستغلها الإنسان من أجل راحة نفسه وأهله. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، رحمته المهدى ونعمته المسدى وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، لا بد أن أذكر مرة أخرى بأن عددا من المساجد في هذه المدينة قد فتحت أبوابها منذ الأسبوع الماضي من أجل قضاء أحسن عطلة، في الحقيقة أحسن عطلة لمن أرادها، عندما تجلس إلى كتاب الله، عندما تجالس ربك عز وجل وأنت تقرأ كتابه الكريم في بيته سبحانه وتعالى وهو المسجد. فالمساجد قد فتحت من أجل النهل من كتاب الله سبحانه وتعالى. لو استطعنا أن نحفظ ولو جزءا خلال هذه العطلة الصيفية سيكون عملا كبيرا. الخطاب، أذكر مرة أخرى، ليس للأطفال وحدهم، ليس لأولاد المدارس كما يتصور الناس، إنما الخطاب للجميع. ما الذي يمنع أستاذا أو موظفا في عطلته، أو تاجرا، أو أيا كان، رجلا أو امرأة، ما الذي يمنعه أن يقصد المسجد من أجل أن يجلس ساعة في الصباح وساعة في المساء يتعلم فيها ويحفظ ولو آية من كتاب الله يوميا؟ لو آية، لو حفظت آية في اليوم شهران في هذه العطلة الصيفية تحفظ 60 آية، شيء كبير جدا، شيء كبير جدا. على الأقل أن تحفظ ما تؤدي به عبادتك، ما تصلي به، على الأقل بالنسبة للتلاميذ أن يحفظوا مقرر العام المقبل من أجل أن يتفوقوا على أقرانهم في دراستهم ويتميزوا بحفظ كتاب الله عز وجل، زيادة على أنهم يتعلمون من ذلك آدابا قرآنية وأخلاقا قرآنية وتوجيهات ربانية في بيوت الله. فلذلك علامة إقبالنا على الله عز وجل وعلى كتابه وعلى دينه أن نقبل على بيوت الله في المساجد. وإذا لم يكن في مسجد من المساجد تحفيظ للقرآن الكريم، فلما لا نطالب بذلك؟ هنالك مجالس علمية تجتهد في هذا وتبعث بمن يحفظ أولاد المسلمين القرآن الكريم، فلما لا يتحرك الناس في هذا من أجل أن يشيع كتاب الله تعالى بين الناس؟ فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة، ولعلها ساعة إجابة، أن يرزقنا الإقبال على كتابه، وأن يرزقنا الإقبال على بيوته، وأن يرزقنا حفظ كتابه الكريم. اللهم اهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم، اللهم علمنا جميعا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما وإيمانا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بعض الإخوة يرجون منكم الدعاء لهم بالرحمة لأمواتهم وبشفاء أمراضهم وقضاء حاجاتهم. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأد الدين عن المدينين. اللهم ارحم موتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. أسألك اللهم لشبابنا الذين يجتازون امتحاناتهم في الجامعات أو استدراكيتهم في البكالوريا، اللهم ارزقهم النجاح يا رب العالمين. اللهم وفقهم وذكرهم بدروسهم وارزقهم التوفيق والنجاح برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع صفهم، اللهم أخرج العقلاء الراشدين منهم حتى يوحدوا صفوفهم ويجمعوا كلمتهم يا رب العالمين. واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، وفق الله
اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحب وترضى، أري الحق حق وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.